مهووس ببقائه على رأس الهرم السياسي، يرفض فكرة دولة فلسطينية ويفضل الهروب إلى الأمام في غزة. بهذه الكلمة توصفت صحيفة لوموند الفرنسية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مضيفة أنه بعد نحو شهرين من الحرب المدمرة التي أسقطت فيها قوات الاحتلال أكثر من 27 ألف قذيفة قتلت آلاف الفلسطينيين، فإن المحصلة العامة تشير إلى أن نتنياهو فشل في تحقيق الهدف من حربه المعلنة والمتمثل بالقضاء على حركة حماس. الصحيفة أشارت إلى جولة نتنياهو خلال الهدنة في غزة مرتديا الخوذة والسترة الواقية من الرصاص، مكررا أهدافه الثلاثة في الحرب والمتمثلة بالقضاء على حماس واستعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تصبح غزة تهديدا لكيان الاحتلال مرة أخرى، وتحدث عن تفويضه من الإسرائيليين وأن الحرب في غزة مسألة حياة أو موت على حد تعبيره، وهو ما يؤكد أن كل ما يقوم به مجرد إرواء لغريزة الانتقام وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في غزة شيوخا نساء وأطفالا. في ذات السياق أوضحت الصحيفة الفرنسية أن نتنياهو بات يفكر في تقليل عدد سكان غزة إلى أدنى مستوى ممكن، ينظر في فتح الحدود البحرية للسماح بهروب جماعي إلى الدول الأوروبية والإفريقية، كما إن قواته طلبت من سكان خان يونس جنوب شرق القطاع بما فيهم مئات آلاف النازحين بإخلاء المنطقة، ما قد يتسبب بخطر تكدس مليوني شخص في رفح أقصى جنوب القطاع. هي معطيات تشير إذن إلى استمرار قوات الاحتلال بحربها وانتقامها من المدنيين وباستمرار سقوط الآلاف منهم على مرأى مجتمع دولي تحكمه المصالح الضيقة والنفاق الغربي.